بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي في قناتكم قناه النادي الاهلي. هكون النهارده لمباراه مهمه جدا 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 في مسيره الفريق المحليه، طبعا دلوقتي امام انبي والمؤجله من الاسبوع ال15، طبعا مباراه مهمه في حصد الثلاث نقاط ان شاء الله لمواصله السعي باذن الله للوصول للقمه. بعد يعني ان شاء الله باذن الله نكسب الاربع ماتشات المتاجله لنا، باذن الله نرجع مره ثانيه لتصدر الدوري بفارق خمس نقاط بيننا وبين اقرب منافسينا.